النهاردة هنتكلم عن وعود ربنا لينا. ربنا ما بيخلفش وعده خالص، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه، يعني هو نفسه قدوس وهو أمنته فيه فمش بيتغير خالص. في مواعيد كتيرة قوي في الكتاب المقدس ربنا قال إن هيعملها ونفذها، لأن وعوده زي الصخرة، لما يقول هيعمل حاجة بيعملها، لما يقول هيوعد بحاجة بينفذها تماما. فنلاقي في سفر العدد بيقول إيه؟ ليس الله إنسانا فيكذب. يعني إحنا دايما نوعد، خصوصا في أنت لو في رأس السنة كده ولا في عيد ميلادك ولا بتاع، تقعد توعد ربنا وعود كتيرة قوي، أنا هتغير يا رب وهبدأ من جديد ومش عارف إيه، جاست يومين تلاتة نسيت الموضوع كله ووعودك كلها راحت يعني واتنست. لكن يجي ربنا يقول ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ لا طبعا، ربنا بينفذ كل وعود. نلاقي الحكاية دي واضحة فين؟ وعود ربنا في العهد القديم وفي العهد الجديد. فتلاقي وعد الله لإبراهيم بأن يبارك كل العالم من خلال نسله، في فاكرين في التكوين 12، وده بيسموه الوعد العهد الإبراهيمي. يعني ربنا عمل مع إبراهيم إن عهد إن من نسلك سيتبرر جميع الأمم، قصده نسلك اللي هو مين؟ المسيح اللي هيبرر كل الأمم. وطبعا احنا دايما نسمع عن عهد الله لإبراهيم بأرض كنعان، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. والحقيقة ان الوعد ده ما بدأش يتنفذ إلا يعني كان قبل حتى ما يقول لإبراهيم الكلام ده، كان الوعد ده اوريدي بيتنفذ. ليه؟ لأن ربنا غير إبراهيم من اسمه من إبرام، وإبرام معناه أبا لجمهور من الأمم، أن الله بدل اسمه من الأب الرفيع المكرم اللي هو إبرام، لأن ليبقى أب لجمهور كثير. وده اللي يأكد لنا قصة أن ربنا كان حاطط في ذهنه قصة الخلاص، وأنه هيخلص البشرية بيسوع المسيح، وكان بيعد البشرية كلها. وهتلاقي ده واضحة جدا فين؟ لما زكريا الكاهن بعد ما جاب يوحنا واتفتح لسانه قال نبوة، وقال ايه فيها؟ ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، يعني وعده لإبراهيم، القسم الذي حلف، ربنا حلف يعني لإبراهيم أبينا أن يعطيه. فهو بيؤكد ان ادي ابني اللي جاي يوحنا هيهيئ الطريق للي هينفذه الوعد بتاع ربنا من ايام ابراهيم. بطرس الرسول في موعظته على امام اليهود في الهيكل قال انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عهد به الله ابائنا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض. وهذا يشير إلى المخلص ربنا يسوع المسيح. يجي بعد كده بولس الرسول يأكد على الحكاية دي، يقول إيه في رسالته الرومية؟ إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، بيتكلم عن إبراهيم، وعد لإبراهيم يعني، كان لجميع الذين يؤمنون لكي يصير أي إبراهيم أبا لأمم كثيرة. وكتب في غلاطية والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. فالكتاب المقدس كله بيتكلم على من أول الخلاص، الخلاص بدأ مع وعد إبراهيم لغاية ما تم في الصليب بربنا يسوع المسيح. نلاقي البركة دي انطلق بها الرسل الأوائل للتأكيد على أن الخلاص كان موعود، إحنا موعودين به. وربنا لما وعد، واحد يقول لي مثلا طب انا عاوز اسال يا ابونا، لما كان ابراهيم عارف ان ادم وحواء هيغلطوا، طيب سابهم ليه؟ سابهم لان لازم يكون عندهم حريه، ما قدرش يمسكهم، هو مش خالق روبوتس،
هو خلق بني آدمين على شبه الله ومثاله. طب وشبهه في إيه؟ في الحرية، لهم حق الاختيار. لغاية النهاردة أنا وأنت لنا مطلق الحرية، ربنا مش بيفرض علينا حاجة معينة خالص، سايبنا بحريتنا. طب بس هو عارفهم أنه هيضيعوا، بس عارف أنه هيخلصهم برضه. يعني هو وهو بيعمل الترتيب الإلهي أصلا عارف أن آدم وحواء يغلطوا وأنا هنزل أخلصهم بنفسي وأخلص البشرية كلها. فهو ربنا كان مرتب الخلاص من أيام إبراهيم. فتلاقي علاقة الله مع إبراهيم والوعد اللي أعطاه الله له كانت تشمل بركة الخلاص بواسطة المخلص يسوع المسيح. وهنا ألاقي بولس الرسول يقول في رسالته الغلاطية: اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم، إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن. وختم وقال: إن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. فاكرين لما الكتب الفريسيين قالوا له إحنا أولاد إبراهيم؟ قال لهم ربنا ممكن يعمل من الحجارة أولاد لإبراهيم، لكن مين بقى اللي أولاد لإبراهيم بجد؟ اللي هم مؤمنين زي إبراهيم. يقول: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. فأدي أول وعد ربنا قاله ونفذه وحققه بخلاص الشعوب كلها. خش كده في تاريخ تاريخ العهد القديم كله، هتلاقي إن ربنا كان بيعتبر إن إسرائيل شعبه، وكان بيحارب عنهم، وكل الحروب كان هو اللي بيحاربها، وكان بيثبت على طول إن هم هو الإله بتاعهم ومن خلالهم بيتمجد. يعني ربنا في سفر التثنية قال وعد ان احنا هنلاقيه لما ندور عليه، اول ما ندور عليه نلاقيه. فتيجي نشوف كده في سفر التثنية بيقول ايه في تثنية 4:29. قال انه لا يجعل الوصول اليه صعبة خالص. بيقول: اي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل ادعياتنا اليه. دوروا كده في كل الاديان التانية. انا عاوزكم تعملوا شوية ريسيرش كده، ولا تتحركوا شويه يعني، وبعدين انكل جوجل عندكم وانتم بتقعدوا على السوشيال ميديا طبيعي يعني، فايه خشوا على مستر جوجل ودوروا بقى، هتلاقوا حاجات حلوه خالص. يعني ما فيش دين موجود في الدنيا، ما فيش دين في انتر اكت بينه وبين الهه زي المسيحيه. يقول ايه؟ مين عنده الهه قريبه منه كالرب الهنا في كل ادعياتنا اليه؟ اول ما نكلمه نلاقيه عندنا على طول. ويمكن انا حكيت لكم على الست اللي كانت، الراجل اللي هو كان مش بيجيب كل سنه 12 ارداب قمح ياكلهم كل شهر ارداب، فجه في سنه جاب 10، قعد يعيط ويخبط ويروح لابونا كل شويه: هنعمل ايه في الشهرين الاخرانيين في السنه؟ طب هناكل منين وهنعمل ايه؟ فابونا قال له: عاوز تغطي موضوع الشهرين الاخرانيين دول؟ قال له: قال له: شوف، هديك طريقه سهله جدا. تعمل ايه؟ تعمل 3 فرخات بالفريك كده ولا بتاع، وتحمرهم وتجيبهم تمام كده وانها. قال له: 3 فرخات هيحلوا؟ قال له: هيحلوا ان شاء الله. فراح فعلا جاب 3 فرخات، فابونا خده ووداه في بيت عشه كده، وقال له: خبط على الست اللي هنا دي، ست أرملة ومعها ابنها، اديها الفراخ. فخبط وقال لها: ربنا بعت لك الفراخ دي العشاء يعني. فراحت قالت له: أشكرك يا رب يسوع، عمرك ما سبتني في ليلة أنا وابني ما ناكلش. وراحت واخدة فرخة، فقال لها: لا خدي 3 فراخ. قالت له: لا، هو ربنا بيهتم بيا يوم بيوم، فأنا مش هفكر في بكرة، يسوع هياخد باله من بكرة، أنا هاخد أكلة النهاردة. فرجع واخد الدرس كويس قوي، بقى أنا شايل هم من شهر يناير، هم نوفمبر وديسمبر، والست دي مش شايل هم بكرة، فكان درس حلو لي. ربنا بيستجيب لأولاده وبيديهم حسب قلبهم وبيساعدهم، لأنه وعد بكده، وعد بأنه يسمعهم كويس. ساعات كتير احنا نقول: هو ربنا سمعني؟ سمعك، امال ليه ما بينفذش؟
لأن هو ربنا ساعات استجابته في عدم استجابته. يعني أنت فاكر إن هو مش سامع؟ لا، هو سامع وعارف كويس جدا أنت طلبت إيه، لكن هو مش عاوز يجيبك في الوقت ده. تقول لي طب أنا بطلب حاجة روحية أو بطلب فضيلة أو بطلب حاجة كويسة. آه، ممكن تبقى وحشة جدا ليك، يعني الفضيلة نفسها يعني مرة كده أنا قلت لكم على أبونا تدرس الأنطوني اللي هو تلميذ أبونا يوستوس الأنطوني، كان راجل قديس أوي كده. فأنا جات لي فكرة كده في مرة إن أنا ليه يا رب ما يبقاش عندي إمكانية الشفاء؟ أنا عاوز أشفي الناس من المرض، أي حد أحط إيدي عليه خف، أرجوك يا رب. وإيه، جننت شوية كده وقعدت أصلي يعني. وجيت رحت عند أبونا بالصدفة كده بزوره، فما الباب للطاقة كده، راح أبونا قال لي إيه؟ ممكن تبقى ممكن تسبب لك كبرياء. قلت له ايه دي؟ قال لي الشفاء. يعني هو رد عليا، طبعا انا ما اعرفش ان هو عارف منين يعني، اصلا هو ربنا كشف له. فقال لي اصلها ممكن تجيب خطيه كبرياء، فربنا مش دايما بيدينا اللي احنا عاوزينه. او ده كان رد حلو قوي وواضح وصريح مفهوش تاني يعني. وفعلا انا بطلت بعد كده اطلب حاجه زي كده، لاني قلت بالتاكيد ربنا عارف الخير فين ليا يعني. بيقول لك ايه؟ وعد الله بحمايه ولاده، يعني وعد من الوعود انه يحمي ولاده في مزمور 121. وكان فعلا هو الحارس لشعب اسرائيل على طول، كان عمود النور وعمود السحاب قدامهم بينقذهم على طول، ووراهم ومحافظ عليهم، حماية سماوية. أنا عاوزك تخش على جوجل وتقعد تبص على الناس اللي حصلت معاها حوادث غريبة وماتتش، يعني تلاقي عربية نقل داخلة والراجل قام بيجري. طب قام بيجري ازاي والعربية داخلة فيه جامد قوي يعني؟ أنا ساعات قاعد أبص على الحاجات دي وأقول له المجد ليه اسمك يا رب. صحيح أنت لو عاوز تحمي حد هتحميه، لو عاوز تخلي حد يعيش هيعيش. انا فاكر كان في واحد صاحبنا كده، كنا بنلعب كوره فوق السطح في الدور الخامس، وصاحبنا ده وقع من الدور الخامس على راسه في المنور كله حديد سيخ طلع يعني. فكلنا قعدنا نصرخ بقى، مات خلاص يعني، كنا في ثانوي كده. نزلنا لقيه قاعد بيهرج وبيضحك وما جرالوش اي حاجه. ايه اللي حصل؟ قال انا لقيت العذراء شالتني من اول الدور الرابع وفضلت منزلاني لغايه حطتني جنب الحديد كده. وهو ده مين بقى اللي سبب في الحكايه دي؟ ابوه كان دايما يصلي للعذراء، وعشان ابوه كان راجل طيب قوي قديس، فكان بيصلي لهم ان بحمايه ربنا ليهم، فالعذراء جت تعمل الحمايه دي. تقول لي طب ما في حاجات كتيره قوي بتحصل ساعات تبقى صعبه قوي، يعني ليه ربنا بيسمح بيها؟ تيجي الآية في رومية 8 يقول لك ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. يعني كل الأشياء، مش حاجة أو حاجة، لا، حتى الحاجات الوحشة. تقوم أنت عامل غلطة وحشة جدا غلطة وأنت عارف أن أنت عملت غلطة، ويسوع ينقذك من الغلطة، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير. أو يكون سبب مشكلة كبيرة تمشي من الشغل ده نادي خالص، بس أصل ربنا بيرتب لك حاجة تانية. ويمكن أنا قلت لكم على الدكتور اللي هو كان بيخدم الناس كلها وجه يجيب ثمرة لمراته فوقع وكسر رقبته، ولما رحت أزوره بقول له ازيك يا دكتور عامل إيه؟ قال لي نشكر يسوع يا أبونا، يسوع بمحبته حب يحطني في السرير ده عشان أمجده وأسبحه بقية حياتي، لأني كنت مشغول عنه شوية. كل الأشياء تعمل معا للخير، هو اعتبر ده خير لي برغم أنه مشلول كلية. يعني واحد غيره يتذمر على ربنا ويقول له ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ يعني احنا كلنا عندنا صليب، مفيش واحد فينا ما عندوش صليب، بس واحد يقعد يقول ليه يا رب اديتني الزوجة المقرفة دي في عيشتي؟ ليه يا رب وأنا كل ما أخش البيت أشوفها وأقعد أتنكد؟ أنت يا رب أنا صليت لك وهي دي في الآخر اللي اديتاني؟ مديها لك عشان تتعلم الاحتمال مثلا، مديها لك عشان تتعلم الصبر. يعني ربنا بيحبك وبيديك تدريب.
واحدة مثلا تبقى صلت كتير قوي وبعدين لقيت جوزها متعب جدا ومش كل الأشياء تعمل معا للخير، انت كنت محتاجة تأديب ربنا فربنا اداكي واحد يعني مقرف يقرفك شوية، بس عشان هو ربنا بيحبك أكتر وعاوزك تتنقي أكتر عشان لما توصلي السما تبقي نقية جدا وتخشي مكللة بالأكاليل. فأنا عارف كل المتجوزين هياخدوا أكاليل لأنهم بيحتملوا بعض، بس يعني كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. وعد الله أن حبه لن يفنى أبدا في أخبار الأيام الأول، لأنه أمين في كل شيء. هو وعد أنه محبته مش هتتغير خالص. عمرك شفت محبة ربنا بتتغير ليك؟ حبه ما بيخلصش، وحبه دائم، وحبه unconditional، يعني مش شرط، غير مشروط. مش شرط انت بتعمل ايه خالص، يعني ما حسبنا احنا المفروض لا يحبنا ولا يبص في وشنا بل يولع فينا، لكن حسب خطايانا وحسب، لكن احنا بنقول له حسب رحمتك يا رب وحسب محبتك. محبته بقى لا تنتهي بالنهايه خالص. يعني وعد الله بنو إسرائيل، ده كل ده في العهد القديم، بإمكانية مغفرة خطاياهم واستعادة رخاءهم وشفاء أمتهم في أخبار الأيام الثانية، وفتح باب التوبة لكل الناس. وكان في العهد القديم كان بيروحوا زي ما أنتوا بشوفتوا في يوحنا معترفين بخطاياهم، كانوا بيعترفوا برضو، وكانوا يتعمدوا في المية. هتلاقي إيه؟ وعود الله في العهد الجديد، وعد الله بالخلاص لكل من يؤمن بابنه في رومية 1:16. ودي طبعا ما فيش بركة اكتر من كده، ان انت وانا ما بنعملش حاجة خالص اصلا، يعني مش نافعين ببصلة، لكن يسوع بيحبنا وبيتلكك يدخلنا السماء. الحتة دي مهمة جدا، لان في كتير مننا بيفقد الرجاء ويقول يعني لو دخلت السماء يا ابونا. لا يا حبيبي، هتخش السماء، لا هتخش السماء طول ما انت تؤمن بربنا يسوع المسيح وقلبك مليان بالايمان وبتحبه قوي، حتى لو انت ضعيف جدا ومسحول والخطيه سحلك، لكن طول ما انت بتعترف وتتناول وتقول له يا رب جددني، كل يوم انت جديد، كل يوم انت في عهد جديد مع ربنا، وربنا بمحبته اللي وعد بالخلاص هيخلصك. ففاكر ايه في مره كده حد راح لواحد من اباء الاعتراف القديسين وقال له ابونا عاوز اسالك سؤال. قال له قال له هو الاخ فلان ده هيخش السماء؟ قال له ممكن يخش يا ابني. قال لي لا، ويخش. قال له لو دخل انا مش عاوز اخش. قال له ايه؟ قال له ده شرير جدا، ده هيخش السماء؟ لا، ده هيبقى السماء دي مليانه اشرار مش داخل. فراح قال له يا ابني يسوع بيحب كل البشر والخطاة أكتر ناس بيحبهم. أنت شايف الرجل ده؟ ربنا هيأدبه بتجربة، بمرض، بيجي حد مع في عياله يجرى له حاجة، يحصل له مشكلة في شغله، حد يكرهه جدا لدرجة إن يعني أنا فاكر كان في واحدة ست اسم صليب عليها لسانها زفر قوي، وكانت إيه؟ كانت في شبرا، وكانت لسانها خلى ولادها يبعدوا عن البيت، قرايبها يبعدوا عن البيت، بقت عايشه لوحدها وهي كانت قلبوزه كده، اللي رايح طالع اللي فوق واللي نازل من السلالم تجيب اجله بكلامها يعني، وتبهدل لدرجه الناس بقت تمشي على طراطيف صوابعها وهي ماشيه قدام الشقه بتاعتها لحسن تفتح وتديهم كلمتين في عظمهم يعني. والعجيب ان الست دي جت في يوم وقعت اتكسرت، وما لقيتش واحد يبص في وشها، ولا واحد راضي يجي يساعدها، ولا ابن ولا ابنه ولا قرايب ولا جيران. فاقت لنفسها يعني فجأة كده، بيقول لي جارهم اللي بيحكي لي، بيقول لي فجأة لقيناها بتزحف وتفتح الباب كل يوم وتقعد تعيط للي طالع واللي نازل، اعمل معروف سامحني، حقكوا عليا، انا غلطت في حقكم جامد قوي، سامحوني كلكم، قولوا لعيالي ان انا غلطت في حقهم. فالناس صعبت عليها، هي صعبت عليهم قوي، فابتدوا يروحوا لها
ويطبطبوا عليها ويساعدوها، تقول لهم انا مش عاوزه مساعده، انا عاوز بس سماح، لان انا حسيت قد ايه انا كنت باذيكوا الفتره دي كلها. وبيقول يا ابونا ما كملتش شهر بعد الكسر ده وماتت. يعني ربنا اداها الكسر علشان تتذل وتتوب وترجع. هو ده ربنا. ربنا بيحب الناس وبيتلكك لهم انهم يدخلهم السماء، عاوز يدخلهم السماء باي شكل. فعشان كده ان كل الاشياء تعمل معا للخير. في حاجات انت تشوفها مش خير خالص يعني، لا للخير. انا فاكر واحد صاحبنا كان زمان كده كلمني من الاردن وقال لي مش معقول ربنا بيعمل معايا كده ليه، انا جبت ساعة جديدة وراح المطار لقى الطيارة مشي، فجنن وقعد بقى زعلان، انا بعبد ربنا بامانة وانت عارفني، واحنا كنا شباب لسه. فقلت له معلش يا فلان، يعني بالتأكيد ربنا شايف خير. قال لي خير في ايه، انا شغلي هيضيع ومش عارف ايه. ما فيش ساعة الطيارة اللي قامت وسابته وقعت ولا انفجرت باين، وكل الناس اللي فيها ماتوا، وقعدوا يحققوا معاه افتكروا ان هو السبب في الله، لانه ما ركبش ليه الطيارة. فقال لهم الساعة واقفة والساعة الجديدة اللي هو جايبها بوظت له البتاع. لكن هو كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. انت بتحب ربنا، آمن ان هو هيقلب كل حاجة لخيرك، آمن ان هو بيعمل كل حاجة لخيرك. فربنا لما وعد في التعزية في تجربنا هو بيعزينا فعلا. لما تيجي التجربة تلاقيه بيشيلك. قلت لهم امبارح للولاد كده، كان في واحد راجل لقى واحدة ست شايلة زي قفص صغير كده على راسها، فايه ثابت عليه، فقال لها تعالي يا ستة اوصلك القرية يعني اللي انت فيها. فركبت معاه، فبيبص في المراية لقاها راكبة في البتاع الكرسي وحط القفص على راسها برضو. فقال لها انت ممكن تحطيه على الكرسي؟ قالت له لا، عشان ما يبقوش اتنين ويتقلوا العربية. يعني هي فاكرة لو حطيته على الكرسي هيبقى تقل على العربية كمان. فاحنا لما بنسمع الست دي بنضحك، بس الحقيقة احنا بنعمل كده برضو نفس الحكاية. ربنا يقول لك في التجربة انا هشيلك وانت لسه شايل طاجن سيدتك. طب ما تنزله بقى، ما يسوع شايلك خلاص في عربيته. لا، لازم افضل شايل واشيل الهم وافضل اجيبها يمين وشمال. طب ما تؤمن بان ربنا مش بينساك. ويمكن انتوا تفتكروا قصة رمانة ولا تفاحة، البنت دي اللي هي رحت اشوفها بعد ما اتقطعوا رجلها وقالت لي انت تفضل قاعد مبوزك ده. فقلت لها ما انا زعلان عشانك يا رمان. قالت لي ليه؟ فمش عارف اقول لها ليه يعني، اقول لها قطعوا رجلك؟ فهي خدت بالها قالت لي ايوه عشان رجلي قطعوها من فوق من عند الوسط، جسمي اشعر بقى وبقيت مش قادره. فقالت لي يا جود سابونه، اصل انت مالكش في البنات. قلت لها هم البنات بيقطعوا رجليهم اليومين دول؟ قالت لي لا، اصل احنا يا بنات لما يجي حد يقول لي يا بنتي يا رمانه عينيكي حلوه قوي افرح، يا بنتي يا رمانه رجليك جميله قوي افرح قوي. قلت لها وبعدين ما انت ما عندكيش رجل؟ قالت لي لا، ده يسوع حبيب قلبي جه وقال لي انا عاجبني رجلك يا رمانه. قلت له خدها يا يسوع دي بتاعتك. قلت له يا ريت تاخد الثانيه وتاخد دراعاتي واحده واحده، انا هبقى لما انت تعجب باي حته في جسمي خدها. طبعا انا طلعت متعزي بتعزيتها، هي متعزية جدا وهي مقتنعة ان يسوع حبيب قلبها هو اللي اعجب برجلها وخدها. فمنتهى التعزية. جت لها منين الفكرة دي؟ انا معرفش، لكن هو ده الحقيقة، ان ربنا لما بيعزي بيعزي حلو جدا جدا. وعد الله في العهد الجديد بحياة جديدة في المسيح، كورنثوس الثانية 5. والخلاص هو وجود يسوع في حياتي، يعني بيبدأ بوجود يسوع في حياتي. كتير قوي مننا يقول هو أنا مش عارف أتغير ليه؟ ما بتغيرش يعني. أقول لك فين إنجيلك؟ فين صلواتك؟ لازم يبقى إنجيلك وصلواتك معاك عشان يحصل تغيير. فاكر من سنتين كده في واحدة في أمريكا بتقول لي يا أبونا أنا بتكلمنا عن حياتها، فقلت لها أنت عاوزة بجد تحفظي حياتك او تغيري، عشان هي بتتنرفز قوي على العيال وطول النهار صريخ وشعنونه يعني. فقلت لها في اب هسمعه لك، وقعدت اسمعه لها. قلت لها الاب ده ممكن تشتريه من على اونلاين وتسمعي الانجيل على طول، whenever you have a chance اسمعيه. انا مش مصدق روحي ان الست دي جات لي بعدها بسنه
وقالت لي أحسن 32 دولار صرفتهم في حياتي، غيروا كل حياتي. لو تشوفني دلوقتي يا بونا أنا نفسي مش عارفة إيه اللي حصل لي، أنا مش فاهمة إيه اللي جرى، بس في ماجيك حصل. كلام الكتاب المقدس المستمر خلاني بقيت مدمنة أسمعه من ناحية، والناحية التانية مش مدية أي اهتمام لأي حاجة تانية، وبقيت هادية جدا، وبقيت ما بتنرفزش، وبقيت فرحانة بربنا على طول. الدنيا اتغيرت في نظري خالص بعد ما كنت كئيبة وشايلة الهم ليل ونهار. فربنا وعوده عجيبة وما بتخلصش. أنا لو قعدت أقول لكم هتلاقوا وعد الله بكل بركة روحية في المسيح يسوع في أفسس، وعد الله أن يكمل العمل الذي بدأه فينا في فيلبي، وعد الله بتدبير احتياجاتنا في متى. فهتلاقوا ان في وعود كتيرة جدا، وربنا بيحقق كل وعوده. كل اللي انت محتاج تؤمن به ان ربنا ممكن يحقق وعوده، بس امن بس ان هو هيحقق وعوده معاك ومش هيسيبك ابدا. يعني سرندر، يعني سلم له حياتك، سلمنا فصرنا نحمل، يقول كده بولس الرسول. اول ما نرمي حياتنا في ايدين يسوع هو يشيلنا بقى. احنا هو ده الفرق بيننا وبين العالم. العالم يشيل الهم ويشيل الطين، لكن احنا لا، احنا عندنا يسوعنا شايلنا وشايل همومنا. فان كان الرب معنا فمن علينا؟ حتى لو جه العالم كله ضدنا، احنا اللي معانا اقوى بكتير جدا من اللي علينا. ربنا يدينا كلنا حياة التسليم والايمان وتنفيذ وعود الله في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.